احنا سيدنا ولاد قداستك عارفين ان احنا بنتمتع ببنوة، طبعا كل ولاد قداستك بيتمتعوا بأبوتك، لكن احنا لينا في قلب قداستك مكان. فالكنيسة هي هيكل عبادة وصلوات وأسرار. انت جوه الكنيسة، مش بتكلم عليك انت كخادم وانت ابونا اللي بتقودنا في الصلاة، لا، بتكلم على المشاعر بتاعت الهيكل تبقى عند كل الناس. يعني انت ايها الاب الكاهن الحبيب في خدمتك، انت مسؤول على ان شعبك يشبع. قداستك كنت ماسك طفولة بطريقة حلوة جدا، فعايزين الحتة ازاي نأسس من الصغر الحتة الصلاة والإنجيل والكنيسة وشبع بالكنيسة. يعني لازم الواحد في الطفولة يعلمهم كل صغيرة وكبيرة بطريقة دقيقة، واللي هعلمه في الطفولة هيلزق في مخه. يعني لو فتحت الإنجيل قدامهم وهم عيل صغير، عمره ما هينسى الحكاية دي، هيفضل الإنجيل مفتوح في ذهنه. تعليم بالقدوة.